بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وعشر كي طمانية تضبات كتاب كي إني 40 نول، وعن كترني قيبه حديث كي دارا سغالي اللباتنات معاد بن الجبل. والنبي عليه الصلاة والسلام ودينه يري واحد يشغتا أعمال أن جنادا كوغول نارتنا كغا ديراد إيه إنتا سؤالا أو كلا إيه نبقو كسي دارون أو يري إنتا وحكا سفايدان كل شيء. مركا وحي النبقو عليه الصلاة والسلام عادو بيانا كل شيء وعلا وحي عن كوش تو شيء بملاك ذلك كله إنتا سؤالو إسكود داري وحا أقول كسي دارن أو كل قد قدر ميانا كل شيء. قلت بلا يا رسول الله، رسولك إلهي إن هذا إيش يجن إسكداي إيش يقول، فأخذ باللسان صلى الله عليه وسلم نبغي وحو قبت عرب كيس أمسك اللسان نفسه نبغي عرب كيس أيو قبطي بيدي وكقب وحكمة اللي قالت شيئا وحو يحل ليران شل وحل ليران زجري لوحل ليران هاي، وقال وحي كف عليك هذا كان ريبي نبك لا ما تشريها كان ريبي وح كدر ميتك عرب كما تشري ميتك عن ريب وحا كالم وحا ليراده اللسان كل يوم للعين كيف أصبحت. عرب كو حولي هاي ما ننكست عرب كو حولي إشو الله الله هي عندها أيو الله الله هي كيف أصبحت يا عين إلي بلبك سوى برست حالك والكور مركز إلهي بخير إن سلمتم ميك وخير لكن هذه هدي لغانا بدقل وإنشو واحد أولي هذا عرب كنوز أمسين وحبلاي كود عيوكت ونب كلمة شروع خير بان قوة بريسي عرب هدي هدي لغانا بدقل. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. مركي النبي عليه الصلاة والسلام كان ريب عرب كان ريب أسقى أو دراني بيو رسول كيلا أسول لا تعجو لا يابا هي بيو رسول كيلا هيو ميانا لوقا منا يا وحيالا أنكو هذلين وحيالا أنكو هذلين صلي يابا قفو عكو هذلين البنعات كو هذلين حدو سأل كحرني ميا كلنا لوقا منا يا دم بأهانا نكو غري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك بي ورهو يداها كويدو فقدتك حكو ويدا أمك ويدا وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخره وروح يدتك هادان عربك وحا ألقاه أن يسكوك بني وحو كهض الله دتك ملوغو رد لها عذابت وجياشة أما سقرارك إيا وجيك إيا ملوغو رد لها يا وهل يكب الناس مالك قيامها في النار ميا لوغو رد على وجوههم أما مناقرته ميا لغوردة إلا حسائد ألسنة وح عربي أركض قرتين مية مضت كم حال وكل لغوب عذاب هي وعو يقفك وقاه ضي دم بجانوي يعني مراد كأول جدده وعو ي تلفظ كعرب وقف كتلفظ هاي هي عرب كوحو جوجون هي كلام كحن وقاه ضي كفر جيب وقاه ضي بنتي بوشيجية حنتي بوشيجية isku dirkii buu sheegaya waxaas oo dhan waa carabka sheegay wuxuu yahay nabigu kaleeyhi salaatu wa salaam aqtaru khadaa'a ibn aadam min lisaani wuxuu yahay ibn aadanka qafka ku dhaca waxyaalaha ku rida ka ugu badan waa lisaanka dib kale ma jiro dib kale ma jiro ilaahu yiraahdo saddex shay وحي قلتيان قلبي ابن آدك قصلك ووح الله يابتي إسجين قفك إسكي قد قصلها ما أنت نون قصلها عنا أعضان أباهنين ومحو هاي أعض إسكي عنا عنا دوش سارتي هذا الأسكي دل دشو وحا جاء ذان كلاهين قوة فرق درر كي وحا أيد الدلائي رواه تلمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشي جرثوم بن ناشر
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتكروها. تعلم الخشية أنت أبي تعلم الخشيري خشي جرثوم بن ناشر رضي الله عنه وحو كمدها سحابي قانو أصحابة الرسول كوا وينين باعة الرضوان رقي كقيب قلبو ها او تشوغي باعة الرضوان تحت الشجرة قيد كهوسي زر رقي نبقو باعة قلق قلبو ها سنة كل حاد او هجريد سببت قيد كار نبقو عليه الصلاة والسلام سعاتو سو باعة قلق قلب رسولك عليه الصلاة والسلام وحا اولا صبحا يكون ايا افر بقول اما كون ايا شام بقول اصحابتي سا وحونا الاسعودي كعبادا انو سو زيارتو سو سعود مركا قالا دي با مقاشو اقاتي مركا وا ادي دين انو كعبادي بيتك الهي او زيارتو مركا ادي دين نبقو حو دير سيد عثمان بن عفان بو دير انو اشياغو انو سن نبقو دغال اسعاني زيارتو البيت اسعودي oo dagaal u socon oo bayt kale hay u socdo saacaduma markuu u tagay gaaladii mushriqiinta waa xireen markay xireen ibliis lacnatullah wuxuu faafiyay sayid uthman ila dilay buu faafiyay oo wali bas saad ku sidii qof oo kal kor u qeyliyo waa la dii sayid uthman bin affan nabiga ayaa warkii soo gaale markaa nabigu wuxuu yiri كسولمينا مانتا هلكان إلى أن قوان سنة دقال ضد كي بو أيار رسول كصحابتي جيت كي هوسي سو أيار باعو كلقا لقوف البابا إنو لنتو أو أمتقانا عن الاسخلافين إنا ديمانو أنان عرارين أو أهل مكة أن لديرنو مر الله مركي قالا دي وركي مغلين بعدي نبي محمد صحابتي سلاق قالين way cabsadeen say uthmaan waa soo siidayeen baa alaas ilaahay waa mid ku soo dajiyay laqad radiyallahu anil mu'miniin id yubaayicuunaka tahta shajar sa ayada quraanka ku jirta baa'atu ridwaan sidaas lagu soo siiday arab nabiga wax walaga uu ka wariyay afartan xadiith buu ka wariyay alayhi salaatu wasalaam qala wuxuu inallaha faradda faraa'idha wuxuu nabiga ka wariyay إلى أي إنه فرض ليال فرض ليال أوجبها على عبادي أضوم مدي سكوف فرض ليالي وألزمهم القيام بها إن اللازمان إلى أو استعجار با إلى أي كواجب يالي وعين كل سنة فرائض أعيان تا فرض العين تا سي صلوات كشنتا هي الزكاة هي الصوم كي رمضان كي حج هي أمد فرض الكفاية سيدا محوها صلاة الجنازة هي سلامة الرديو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما فرائضها إلى أي فرض دي علي فلا تضيعوها حلا يعننا حلا يعننا يعني هو الوعد كينا يا لا تتركوها حكتك إننا ولا تتهاونوا هنفض دي سنن قد الشديد بل قوموا بها كما فرض عليكم او استاغ سيد الله إنكو فرض دي علي حنا دب دي جنن صلاه وقت قد كفر مرن قد دب دي جنن دهر مرن تا وكسي داران صلاه وقت ان تكون هي سجلين باب هذا لا وحد حدودا الى اي وحو حد حدود حاجز بين الشيئين او مو هاي لغه اهان شرعنا وحا وهي عقوبه مقدره من الشارع waa shay cuquba oo xagga ilaahay laga muu hayay laga qadaray oo ilaahay wuxuu yaray xawaajis karateedisa waa noocyaal bay kala yihiin yaani waa shay sharciiga dhanba qofku inuu barto loo baahan yahay xaddu zina baa kamid ah zinada qofka duusinayso la rajminayo haddu laakiin uu qof marka hore sharci xalaal ku soo gursan yahay rajm dhagax baa lagu dilayay jild boqol jadal baa lagu dhufanayaa hal sano waa la fogeynayaa masaafatul qasri haduusan muxsinayn awal usan nikaax soo marin haddu sariiqa baa ka mid ah
توجد حد كذا كمنا قد علي يد اليمنى دعانت مدك بالجوينية كو في أول مرة مرك أورس سرقة توسمي دعانت الجوينية مرك لوسمي والرجل اليسرى لقت بدح رابع الكولسين في مرة ثانية مرصد حاضر حاضر واليد اليسرى دعانت بدح دا أي الجوينية في المرة الثالثة مرصد حاضر مرك لو حاضر والرجل اليمنى لقت مدقبا كولا غسينا في المرة الرابعة مرك أفراد حق الله يقولين إياه قد علي يد يكون من الكوع على غشر إياه لقتنا كعبك أنقو قال يقولين إياه ساح شرع عدو الحديث وحاقات كمد حد شرب الخمر قفك شرب الخمر عبي ولا حد هي وهو 40 جلدة وأفرتن كيدا الله ترى بضانا علي لدعه ومنا حد القذف با كما بالزنا إن قفك لقو قتفل أستقو الزيني سليل وزيني سد قذف وي سديت الجيدا الوي حدود انتاس إلى أي حد فلا تعداد حكو حد قد منين إلا تتركوها ولا تتجاوزوا وحرم أشان أشان والله إنك حرمي استجرة سي شهادة الزور وأكل مال اليتيم خبادي عقوق الوالدين انت أسوال انك حرم عقاد شهادة الزور هفور لنا حولا أقون تهعون لنا خبادة استجرة تردك باطي والد كنا كو عاسنين فلا تنتيكوها ها كورينين أو كو عن تاترورنين أرمهاس لأنك حرمي هرها قد عننا ها كورينين ولا تقربوا منها أو دوانين أو دوانين أكتد أمرنين وسكت عن أشاء رحمة لكم غير النسيان فلا تبعثوا عنها وسكت عن أشاء وحلقاء مصي أدينك أشي بدن بالقاء مصي ولم يزل حكم كدو السودقين رحمة لكم لأجل رحمة أدينك اللي نكون حريصنا أرنتاس وانا غير النسيان الهي وكن نسيان انه وحلمام غير النسيان حاله من الحلمام غير كده وما كان ربك نسيا الهي وحما حلمام واذا كان الامر كذلك دساسي هي فلا تبحثوا عنها هذيك فاشا فاشتن هذيك غعمها قلنا باربارنين ما هي تهي محل لوغه تغادينا الهي بهدو ساس او كتغي أصغر أغاها وي حديث حسن رواه دار قني وغيره حديث كان أول ما حدقا إلى هامبا أنصر مرني وحديث أجمع وأسول الدين ونبو وأرب سنية وكل سنية فروع دمانتو ثواب كيبو كلان سنايا أمن عقاب كلاقا أمن كلان سنايا حديد كان يعني اشتاوحو كلان سنايا فائدوين بضان اي حكموين بضان حديث نوع عاسو كلا حداد كيبو وفي رسيد او تفكرتيد او شرحي سفيسيد وحاكو أروسا أحكام بضان اي فائدة بضان اي فضيلات حدود دمائد باكو جرتا أقسام تيدي يسير لوف لنا شرعة إسلامك وحيالها إلى أين أمره باكو جرة وحيالها إلى أين غربي باكو جرة انت أصول لنبا كوكولان سن حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام عشر كان ألقى نوتشو والله أعلم